أكيد ما عنا لا ناموس ولا أخلاق. يا عيب الشو. بس بدي أفهم شلون عم نأمن تعلم أولادنا؟ الله لا يوفقنا. هلا حاطة عيني على الآغا كمان وعم تحوم حواليك اليوم. يخرب بيتها شو قليلة أدب. ما عند أهلي ربوها هيك. ما إلى هيك لأنه هالوقعة رح تلف عرشاتكم كلكم بعدين. والله ببرها بأرضها. والله بخطب الله ما خلقها. مين بده يكون وراها يعني؟ ولك هي وحدة قليلة أدب ومو مرباية. يا عيب الشو عليها. يا عيب الشو. يعني أنتوا إذا ما تصرفتوا بسرعة مع هاي المرة جوازكم رح يطلع. إيه والله معك حق. شو بدي أعمل أنا هلأ؟ كيف بدي أوصل للمصاري لأمي؟ والله ما بعرف شو بدي اعمل يا زينب، حظي سيء كثير، وين ما رحت الابواب مسكره وهذا الحقير عدنان ما عم يتركني بنوم. وقرض البنك ما قبلوا وانا حاسه عدنان ورا هاي القصه. اكيد، بس سمع انه بدك تساعديني لهيك طلب منهم ما يعطوك القرض. مو مشكله، الا ما الله يفرجها وتنحل. انت بس خليكي واعيه وقويه وما تيأسي ابدا. بتعرفي اني اليوم رحت حتى احكي معه قالوا لي انه سافر على العراق. ليش؟ مشان موضوع عزت؟ شو بيعرفني؟ يمكن. زينب والله انا تعبت كثير. بغياب عزت إيدي ورجلي مربطة ما عم بعرف شو بدي ساوي، حاسة حالي رح انهار. لا تخافي ملك، إذا عزت مانو موجود أنا معك أكيد. شو ما بدك فيكي تطلبي مني، وإن شاء الله هالغيمة السودة تنزاح عن قريب. إن شاء الله الله يسمع منك. يلا بشوفك بالبيت. جمانة حبيبتي طمنيني، عرفتي شي عن عزت؟ تمام، أنا رح ضل حاكيكي مشان اطمن، وأنت شو بيصير معك خبريني ماشي؟ يلا بحاكيكي. إن شاء الله يا عزت تكون لساتك عايش. لو سمحتي ممكن تخبرينا بأي تاريخ فات على المستشفى؟ لحظة شوي أستاذ. أمي أصحك عزت، إذا رحت لعندها رح ياخدوك العسكر، وبظن إنه حياتك هلأ أهم من أي شيء. طيب بس خليها تعرف إنه أنا عايش، مو شايفة شلون رح تنهار قدامي؟ لازم بالأول نوصل على تركيا وبعدين ساوي اللي بدك ياه، لا تكون مثل الأولاد. يلا يلا. حضرتك لمعلمة ملك. شو بدك؟ أنا بكون خالة للطالبة عائشة اللي كنت عم تدرسيها من فترة. إذا ما فيها حشرية، سمعت إنك عم تمرق بوضع مادي حرج. أنا بدي ساعدك، لا تفهميني غلط، بس ماني حابك تتبهدلي أبداً.
مين اللي قال لك اني بوضع مادي حرج؟ هون ما في شيء بيتخبى مثل ما بتعرفي، كمان انت معلمتنا مو اي حدا بنوب. سمعت انك عم تدوري على شغل كمان، صاحب شغلي شخص منيح، اذا بتحبي خلينا نروح نحكي معه. بتشكرك بس ما بعتقد في لزوم، اكيد عدنان رح يجي يحكي مع مديرك مشان يرفض انه يشغلني، مشان هيك يا ريت لو سمحت لا تعذب حالك اكثر من هيك. واذا قلت لك انه مديري ما بخاف من حدا شو بتقولي؟ انا عم قلك بدي وقف معك وثقي فيني. الو، وين صرتوا يا اغا؟ استنى نزلني بالسوق بعدين وصل مرت عمي على الاوتيل. ما رح تاخذني على قبر عزت؟ مو اليوم، تاخر الوقت، بعدين طلعي على حالتك. انت لازم ترتاحي اليوم وانا في عندي كم شغله لازم خلصهم. بدك ساعدك بشي؟ يسلموا ايديكي، ما في داعي. خالتي فاطمة كان بدي اطلع اعطي امي الشال تبعها، بس اكيد ما حدا رح يسمح لي اطلع. تقدري انتي لو سمحتي تاخدي ليا؟ تكرمي اكيد باخد ليا، بس استني شوي لاخلص اللي بايدي وبعدين بروح. ماشي؟ عمار حكالي عن وضعك يا بنتي، الله يقدرني اني ساعدك. والله الدين بالفائدة صعب كتير، وانا بعرفه منيح لعزت كمان، هو شاب شهم وقبضاي وكريم، وبس يرجع ان شاء الله منسكر الحساب انا وياه. لا تاكلي هم، انتي روحي هلا وادفعي المصاري تبع الفائدة بلا ما يزيدوا عليك اكتر من هيك. والله خجلتني، الله يكتر خيرك ويوفقك. تعرف انت باخر لحظة لحقتني. شو صار معك؟ عرفت مين حط المخدرات بقلب الشاحنة؟ قول لشوف. والله لسه ما بين معنا شيء، بس الغريب انه الشوفير انشقت الارض وبلعته ولهلا مختفي وما حدا بيعرف عنه شيء. هذا الشوفير ما بيهمني ابدا، اللي بيهمني مين وراه لعمل هيك. نحن لازم نعرفه باسرع وقت ممكن، وبعدين بيصير لكل حادث حديث. الله يوفقك تساعدني يا أغا، لا تتركني هون لحالي، لا تتخلى عني كرمالي. حاجة تندب مثل النسوان، ليكني جيت لعندك. من هاللحظة ما بدي أشوف خلقتك. خود هدول مصاريك، وهي وراءك كمان، وهي تذكرة الباص، بكفوك لتهرب من العراق. الله لا يحرمنا منك، أي شيء بدك يا أنا جاهز. بدي ما تقرب من هرملي لو شو ما صار، وما بدي حدا يشوفك، فهمان؟ فهمان أغا، ما راح أعمل شيء بدون أمرك. يلا أنا رايح. تممي كلي هدول، مو ناقص غير جيب لك الاكل، مفكرة حالي قانون بهالقصر هاد. ورجيني شو مخبية ورا ظهرك انتي. ولا شي. اللي صار معي معجزة عن جد، فجأة لقي حدا عم يسدد لي ديوني. والله شي ما بتصدق بنوب. والله فرحت لك، بس بصراحة
يعني مو معقول يساعدك وهو ما بيعرفك، لأنه ما في حدا بيعطي هيك مبلغ بلا مقابل. قال لي كان بيعرف عزت، لهيك هو عم يساعدني بوضعي هاد، وأنا هلأ مضطرة أني وافق. ما عندي حل تاني حتى سدد الدين اللي علي. لو كان الوضع غير هيك ما بقبل، بس أنا مو معقول ضل عم كابر، عن جد بدي مساعدة. مزبوط. أنا هلأ لازم لاقي شغل حتى أوفي كل ديوني. زهرة، عم حاكيكي ردي علي، طالع الشي اللي مخبتيه ورا ظهرك. هلا هذا هو الشيء اللي مخبيتيه؟ باين عليه شال حلو. علي اشترى لك يا مو هيك؟ انا رح اعطي هديه لامي. هذا الشال رخيص وكثير عليها لامك المشرشحه اصلا. عادي كلي يلا. الدكاترة قالوا ما فيك تمشي، لازم تتحسن لحتى نقدر نكفي. اطمن عزات، نحن بعد كم يوم نصير بتركيا، هنيك وضعنا أحسن. أنت كون مطمن ولا تهتم، اتفقنا؟ إيه بس ما تحكي ولا كلمة بنوب، أصلاً بكرة الصبح رح ترجع تجي هاي المرأة منشان تغير لك على الجرح. مستحيل، أنا لازم أمشي من هون بأسرع وقت. لو شو ما صار يصير لازم أرجع عرمنلي بسرعة. لا تعاندني، جرحك بعده ما طاب، يمكن قبل ما تصل على هرمنلي تموت على الطريق. ما راح يصير لي شيء، أنا في مين ناطرني وعم يتعذب، ما فيني أبدا أتركها لحالة. والله بحياتي ما شفت أجن منك. مو همك يمسكوك العسكر كرمال ترجع لعند الناس اللي بتحبهم؟ والله كتير فهيم، عن جد يغزي العين. يسلموا هاليدين، القهوة طيبة. إن شاء الله صحة وهنا. شوف هالشوفة، يمكن علي بده اياك بشي شغله. خير شوفي، وليش هيك منظرك؟ بدي منك شغله. خير؟ لازمني شوية مصاري. ليش بدك مصاري بآخر هالليل؟ أنا بدي أعزم رفقاتي على العشاء بس مشان هيك. إيه أجلها هلأ ويلا على غرفتك. عمي والله مو حلوة، وعدتهم إني أعزمهم. قلت لك أجلها هلأ وبكرة الصبح بعطيك، يلا. طيب ماشي. غانم أصحك تشفق عليه وتعطيه قرش واحد. انت ما شفت كيف عم يرجفوا ايديه؟ مبين انه عم يتعاطى السم الهاري، يمكن هو اللي حط المخدرات بالشاحنه ولفى التهمه لحدا تاني.
شفتي شلون بيضل لزقانة وما عم يتحرك من قدامها؟ وين ما راحت عم يضل ملزوق فيها كمان. بحياتي ما شفت مثل هالمرة اللي بدها اياها عم تاخده. شو اخذت ايدك على الشغل؟ لسه شوي. عمار انا مسافر برات البلد كم يوم وراجع، عندي شغل، في صنف جديد بدي اجيبه للمعمل، دير بالك بغيابها. ماشي، تروح وترجع بالسلامة، انت اطمن. خالي فاطمة. ها شوفي حبيبتي، شو صار معك؟ رح توصلي الهدية لأمي ولا لا؟ ايه شوي تانية بس لخلص، بحط الطبخة على النار وبروح دغري إن شاء الله. خير إن شاء الله، شو بدها؟ جاي بهدية لأمها وبدها ياني روح وصل لها إياها. مزبوط، أما شو هدية؟ أنا إذا شفتها بالطريق ما بلمها. بعرف إنك موجودة بالبيت. ليش مصرة ما تسمعيني؟ أنا كتير بحاجتك، بترجاكي لا تعامليني بهالطريقة هي. أمي أمي، بس لو تعرفي شو صاير فيني. افتحي واحكي معي، يلا افتحي الباب. أمي شوفي هارون، كيف؟ شلون يعني وفيت ديونها؟ من وين للمصاري؟ لك قلي أي شغل هاد؟ مستحيل هالحكي يكون صح. عابد لكان. طيب انت روح لعند هذا الأجداب وقل له اني بسلم عليه، خلي يقلع على ملك. يلا تعي مرت عمي. شغلكن كله مسخرة، والله لازم كلكن تتقلعوا من المعمل على هالشغل. جايين أصلا للتسلاية وطق الحنك بس. يلا لا تواخذيني ملك، بس إذا ما بهدلت الكل هيك كل شغلنا رح ينتزح. لزقان فيها كل الوقت وعم يعمل لها الشغل هو بنفسه. هالمرة من أول ما أجت ما ارتحت لها ولا طقطة، مبينة أخلاقها مو منيحة. ألو اسمعني منيح، اليوم بدي أخلص من هاي ملك، القصة كتير طولت. طولي بالك بس كم يوم واللي بدك اياه رح يصير. هي موجودة هلا معي. انت ما تاكلي هم، كل شي خططنا له رح يمشي. ممتاز. انت كيف انقذت حياتي؟ انا بصراحة ماني متذكر شي. مانك متذكر الانفجار كمان؟
والله إنك رجال. الله يقدرني رد جميلك. اللي عملته معي أخي ما بيعمله. نحن اثنين إلنا نفس المصير هلأ. أنا كل همي قبل ما أموت إني أشوف أولادي بصحة منيحة وضمن وأشبع منهم. قلتك ممكن لاقيهم؟ يكتر خيرك عزبتك معي يا دكتورة. شكرا إليك. مع فاية إن شاء الله. يلا بخاطرك. ها أهلين تولاي، بما أنك إجيتي لهون تعالي نشرب الشاي أنا وياكي. شكرا كتير دكتورة، أنا ما بقدر أشرب شاي هلأ. فنجان قهوة طيب؟ نحن هالشهر منصوم مثل ما بتعرفي، واليوم بيكون أول يوم. آه والله نسيت ورح صوم من بالي. عادي لكم دكتورة زينب، أنا بصراحة جاية لأحكي معك موضوع كتير مهم، بس ما بعرف شلون بدي بلش بالحكي معك. خير إن شاء الله، شو الموضوع؟ بصراحة القصة بتخص ملك، الزلمة اللي اسمه عمار اللي شغلها لملك خانم بمعمل التياب. الحقير كان عم بيقول ملك وحدة مو منيحة أبداً، وعم بيقول للعالم ما حدا يحكي أو يتعامل معها لو شو ما صار. تخيلي؟ قال حاطة عينها على عدنان آغا وبدها تخرب له بيته وتخليه يترك مرته. أنتي شو عم تقولي تولاي؟ أي والله، والمصيبة إنه الناس عم تصدقه، والكل ما بدهن إياها تضل هون أبداً، وقال لازم تطلع قبل ما تسبب لهم شي مصيبة. عدنان آغا بيسلم على العم عابد وبيقول له اليوم بده يتقلع اللي اسمه ملك من عندك وما ترجعها أبدا لأنه رح يزعل كتير. عدنان آغا تبعك ما بده يتركني أعيش حياتي مثل العالم والناس؟ ما حدا بيقدر يأمرني أو يجبرني على أني شغل أو أطرد حدا. ملك خانم رح تكون الكل بالكل هون ورح تضل تشتغل. روح لعند معلمك وخبره. بس يمكن معلمك هلأ له رأي تاني، أكيد هو ما بيحب عدنان آغا يزعل. شو كأنه أنت ما فهمت علي شو عم بحكي؟ قلت لك رح تضل يعني رح تضل. يلا نقلع من وشي. شكراً كتير إلك. ما بدي إياك تخافي من شي وأنا موجود، ماشي؟ يلا ملك ردي. على مهلك. هات ايدك. انت مو دافع، خليك تحت، مالك طلعة. بابا 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 والله حرام عليك. بابا 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 يا عمري انت رح اعطيك ساعة الذهب، خلي هالرجال يسافر مع عائلته. بابا هات لشوفها. بابا تعال معنا. ايدك لابوس اخي، الله يوفقك ويرضى عليك، الله يكون معك ويناولك اللي ببالك. بابا 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 بس ابنك بيقدر يطلع، انت لا. زين بابا يا بابا الله كان الله خليني اطلع مع عائلتي. والله اذا هالزلمه ما طلع بس عزات انت كمان في مين عم يستناك وحابب يشوفك مره ثانيه. هالزلمه امن على اولاده ومرته، بكره بس يجمع مصاري بيلحقهم. يلا تعال اطلع. بابا يلا يلا عزات. بابا بابا الله يكون معكم. بابا لا تتركني. بابا يا بابا
ست لورين، حرام عليكي، صار لك كم يوم ما أكلتي شي. اشربي شوربة على القليلة. مالي نفس، شفتي بحياتي أنا بعد ما راح الغالي؟ شاب مثل الوردة مات وبعده ما شاف شي من هالحياة. من شوي أنا حكيت مع زمرد على التليفون، رايحين كأنه على قبر ابني عزت. هذا قدري بعد ما خسرت ابني بحياتي، عيشت لليوم اللي اخسر فيه حفيدي عزت كمان. عدنان تعال شم التراب، ريحته من ريحة عزت. يا حوينتك يا أمي، يفنيك التراب. يا عمري كيف هيك رحت تركتني لحالي؟ صعبة علي صعبة. عدنان آخ يا ابني، أم شوف أمك يا عمري أنت. يلا يلا أم، خلينا نرجع على البيت. يلا يا عمري يلا عزات، يلا أم امسك إيد أمك. يلا مرت عمي، يلا أمي معي، نحن كلنا جنبك، أنا وعلي وأمي وستي، وأنت كم شهر بتصيري ست؟ كوني قوية مرت عمي. يلا تعالي. عم بنزف، ورجيني لشوف. الجرح فتح من جديد يا عزات، حاول انك ما تتحرك كتير، بدك تتحمل لنصال. مرت عمي، مرت عمي. خير شو في؟ عمي ليش ما ترك لي مصاري قبل ما يطلع؟ لأنه ما بده يعطيك مصاري، صرت زلمة طول الحيط ولحد هلأ ما عرفت تنزل على المحل وتشتغل. طلع على حالتك مثل المجانين. زهرة عم دور عليك، وين كنتي؟ أنا هلأ خلصت الطبخة، رح جيب شنتايتي وإجي، وإنتي أعطيني هدية أمك هلأ، ماشي؟ هلا صار وقت الاستراحة، تعي ناكل شي شغلة سوا أنا وياكي. اسلموا، أنا مو جوعانة. والله ما بيصير، خلص أنا يلي عازمك، تعي معي. روح كل أنت، أنا رح كمل شغلي هلا. لا حاطية، شوي شوي، ليش العجلة يعني؟ ماني جوعانة عن جد، شكرا إلك. إذا جعتي ولا ما جعتي كمان، أنا يلي بقلك يا بتقولي علي حاضر وبس. أنا ما فهمت، انت شو قصدك؟ انت عم تشتغلي هون بفضلي انا، عم تفهمي؟ لا تنسي انك مديونة بدين كبير.
وأنا ما بساعد حدا من دون مقابل يا ملك خانم. اصحك اصحك تفكر فيني بهاي الطريقة. خرب بيتها شو قوية. شفتوها شو عملت؟ لا يخرب بيتها طلعت مو سهلة أبدا. أنا بفرجيك يا قليلة الأدب والأخلاق، ولك ما بكفي إنك عم تفتري علي لأني رفضتك. عن جد أنت ما بتستحي على حالك ولا عندك شرف. أنا زلمة متزوج وعندي عائلة وبحبها، لوين جاي لعندي؟ ما بتهميني لا أنت ولا مليون وحدة وخامت لك. هلأ بينت الحقيقة كلها يعني. شفتي شو عملت فيه؟ والله ما شفتي شو. ملك ملك شوفي حبيبتي صاير معك شي؟ لو بتشوفي شو صاير معي مع هداك الحقير اللي شغلني بالمعمل، طلع وسخ مثله مثل غيره وعم يشغلني بس مشان ياخذ يلي بده اياه وبعده بزتني برات المعمل. ملك انا كنت جايه لهون احكي بنفس الموضوع، في حدا عم يلعب من ورا ظهرك لعبه وسخه. كيف؟ ايه يعني مين قصدك؟ هاد يلي ساعدك بالمعمل. لك وين حاططهن؟ جرحك عم ينزف كتير، ما فينا نكمل هيك ابدا. رح اتحمل، ما عندي حل تاني. المهم انه نوصل بخير وسلامه. هات احكي لي عيلتك وينها؟ والله يا ابني ما بعرف شو بدي اقول لك، قصتي انا بشعه كثير. انا كنت بزماني بلوي مصبره، شاب طايش، لحقت كم واحد أزعر وصعت معهم، وكرمال ولا شي حملت سلاح وقوصت وقتلت ناس مالهم ذنب، وقضيت عمري مثل الكلب من حبس لحبس عم اتعذب. لما رحت كان ولادي صغار، كان عمري الكبير شي 6 سنين ونص، يعني يا دوب متذكرني هلأ 25 سنة مرقت وأنا بعدني ما شفت ولادي ولا بعرف عنهم شي، وهلا متمني ارجع اشوفه. بس ان شاء الله يسامحوني بعد كل شي عملته معهم. وشو متمني هلا لو يرجع الزمن لورا لصلح الغلط اللي ساويته بحياتي. طالما عم تقول اندمت اكيد بيسامحوك. لازم تقضي مع اولادك الايام الجاي. قلتك بيسامحوني يعني؟ بتمنى هالشي من قلبي والله. خير ان شاء الله. شو يلي صار؟ العسكر مراقبين كل النقط الحدوديه، ما فينا نكمل اكثر من هيك، انزلوا. والله يا جماعه هالمره مثل الحيه من تحت التبن. تخيلوا وانا بالمعمل وقدام العمال، كانت عم تحاول تطبقني وهي بتعرف اني متزوج هالحقيره. ولك اجت لعندي انا
وصارت كمان تقرب مني وما كانت تحل عني يا جماعة ولا بأي طريقة. قال شو؟ بدها مصاري بالأول؟ أنا بصراحة شفقت عليها كثير. ارتاح علي يا ولد حرام، أي مرة مقطوعة وما لحدا بهالدنيا. لأني ساعة حتى فكرتني بحبة حنشد ومرتي مو طايا اسمها بالبيت، ولما عرفت مو طالع على معي راحت لحدا تاني. واحزروا كمان مين هالحدا يا جماعة؟ هو عدنان آخي سر رجال كبير. بفكري حالة إنه ممكن تلعب علينا الآغا. نحن لازم نحط له حد اليوم. زهرة أنا رح فوت ضب المطبخ، ما بحب يضل المطبخ هيك قايم قاعد، بتعرفي الست بهية هلا بتسمعني حكي. بس بين ما ضب المطبخ واجلي انت روحي جيبي الهدية تبع امك. يلا حبيبتي يلا. مصاري انت شو عم تعمل علي؟ مزبوط، وانا بشهد كمان. نحن لازم من اليوم نحط لها حد لهالمرأة. مو معقول الشيء اللي عم تعمله يا جماعة. طول عمرنا عايشين بكرامتنا وشرفنا، وهلا هي جاي تفرقنا وتبعدنا وتعلم اولادنا ونسواننا قلة الادب كمان. لازم نكون احنا ايد واحدة وندير بالنا كثير على الاخير. والله انا ما بسمح لهيك وحدة فاشلة ورخيصة انه تغير اخلاق اولادي ومرتي كمان. ما بسكت لها لو شو ما صار. نحن يا جماعة لازم ما نخليها ولا يوم زيادة هون. يلا امشوا. يلا 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 يا جماعة امشوا امشوا. وهلا رح نخلص من المعلمة بدون ما نتدخل. يعني كيف بدهم يقلعوني من هاي المنطقة؟ انا ما عم بفهم. هلا أنا أصلاً ما غلطت بشي، طول عمري محترمة. أصلاً غياب عزت خلى العالم تتحكم فيني، بس يرجع أنا اللي رح ورجيهم. ملك عزت يمكن ما يرجع مرة تانية، في إيه بقى؟ مشانك أنا كمان زعلانة مثلك، وبدعي ليل مع نهار إنه يكون عايش وترجعي تشوفيه مرة تانية. بس مع كل ساعة بتمرق بيضعف أملي. يعني لو كان عايش ما كان بيتواصل معك بأي طريقة؟ زينب لو سمحتي. يلا ساعدني ارفع حالك. يلا يلا. اسدود ظهرك هون. عزت اتحمل كرمالي ابني، اتحمل. مستحيل اقدر اكمل. انت اتركني وكفي لحالك. يلا الله يوفقك، ما ضل كثير، شد حيلك شوي. يلا روحي من عنا، ما بدنا اياكي. يلا هلا روحي من ضيعتنا، ما بدنا اياكي. روحي من عنا، ادعي يا عقيمة الاخلاق. هاي لبرا، هاي لبرا. يلا العب من هون، العب. ما بدنا اياكي هون. تركون بعد هيك. ترك المصاري، هدول المصاري لامي. عامل لك هدول. خلصوا ليك.